انت ازاي تعمل كده في سياره اللواء؟ لواء؟ لواء مين؟ هو مش ده رئيسك بجهاز المخابرات؟ مخابرات؟ مخابرات ايه؟ انت عارفه دول مين؟ مين؟ دول الموساد. موساد؟ وانت عارفه الراجل اللي انت كنت راكبه معاه ده مين؟ مين؟ ده يا دعوت احرونوف. احرونوف اخطر ضابط في جهاز الموساد. موساد؟ هو اخطر ضابط ده عايز منك ايه؟ انت مالك عاوز مني ايه؟ مش هقول لك عاوز مني ايه. وفريدي يعني موساد ولا مش موساد؟ بتركبي مع الناس غريبه العربيه ليه؟ معلش اصل انا قبل ما اتجوزك ما كانش فيه في حياتي لا جهاز موساد ها ولا جهاز مخابرات روسيه ولا حزب الله حتى. الله دي حلوت قوي. احنا هنسيب بقى الموضوع المهم وهنقعد نتريق؟ هنقعد نتريق يا نونا؟ هو في اهم من كده يا باشا؟ معلش انا عايز اعرف وهي ايه بقى الحاجات المهمه؟ انك تركبي العربيه مع ناس غريبه. انت تعرفيهم؟ ها خدتي اذني قبلها؟ اخد اذنك ليه؟ انت فاكر نفسك ولا ايه يا عمري؟ ده طلع عيط. يا نعم يا اخويا. مين ده؟ الفتيس يا سعاده الباشا. عاجبك كده؟ انا حطينا بسكاتك. انا عايزه افهم ازاي انت بتقول له يا حاج وهو ظابط في الموساد؟ ما يمكن تبوا حاج. ايه يا حبيبي؟ ايه يا اخويا؟ يا باشا ما تخرس. الله انت ما قدرتش على الحمار جاي تشطر على البرتقال. بقول لك اكتم. حاضر يا باشا اهو.